بزيهم شبه العسكري وجندية خطواتهم يثيرون انتباه المرة. هنا بمنطقة سيدي بوغابة بنواحي القنيطرة، عشرة من الكشافة اتخذوا من هذا المكان فضاء لأنشطتهم تحت لواء جمعية الكشفية المغربية، منظمة كشفية تعمل على مساعدة الأطفال والشباب لتنمية طاقاتهم العقلية والاجتماعية. جمعية كشافات المغربية جمعية كشفية فتية تأسست منذ 14 سنة. كان الهدف من التأسيس الذي صاغ مجموعة من الشباب الذين تربوا في الحركة الكشفية المغربية هو إعادة الاعتبار وإحياء العمل الكشفي والمبادئ دياله الأساسية التي بدأت تنضطر شيئا فشيئا في الوسط الكشفي المغربي. تنظيم المخيمات والخرجات، تعلم الطبخ وفن العمل على الخشب، كلها أنشطة تتبناها الجمعية في مخيماتها الصيفية بهدف زرع قيم العمل الجماعي وروح المسؤولية، وذلك ضمن برنامج تعليمي في الهواء الطلق. هذه أول مرة تنجي مع في مخيم كشافات المغرب، ولكن من بعد كنت تمشي للمخيمات أخرين، ولكن مع الكشافات تعلمت شحال من حاجة، اعتماد على النفس، ممكن تطيب تعلم تطيب راسك وطلع للجبال تعرف كي تدير، تعرف تقاد شحال من حاجة غير بالعواد وديباني راسك. أنا بالنسبة هذا هو أول عام لي في جمعية كشافات المغرب، صفت بزاف تاع الحوايج ودرت قمت بواحد بزاف تاع الورشات، مثل ورشة تركيب الصور ورشة الأنشودة والرسم وتقوية الذكاء. الزي الموحد مع المنديل والقبعة ميزة كل كشاف، لباس يخفي وراءه الاختلافات الاجتماعية بينهم في المخيم، الكل سواسية.